اهلا بيكم معانا في ميدلر، معكم الدكتور طلعت عبد الحميد. ودلوقتي هنتكلم سريعا عن نقاط رئيسيه لما نشوف حاله اير ايك، يعني نفكر ازاي. فمن الحاجات الرئيسيه اول حاجه نفكر في هل في ابنورماليتيز اون اير اكزامينيشن، يعني تبص لي كده على الاير اكزامينيشن ونشوف في حاجه ابنورمال ولا لا. يعني مثلا بنلاقي ممكن نلاقي باثولوجي معين زي مثلا اوتيتس ميدي، وادي الصوره تحت هنا جميله جدا الاوتيتس ميدي قبل ما ايه ما تفتح الايه وهي البلجنج، واضح مليانه صديد وفي كونجيشن، يعني تيبيكال بتاعت ايه اوتيتس ميدي البلجنج ايه درام دي. نبص هل في سيفير اوتيتس اكسترنا ممكن تعمل لي ايه اير ايك جامد قوي. تبص على بره هل في فيزيكلز موجوده، فيزيكولار راش بتاع هيربس زوستر ممكن يبقى برضو عامل بين في الاير، ابيثيليوما اوف ذا بين ممكن تبقى فورين بودي امباكتد واكس وعامل شويه انفكشن حوالي كل ده يعمل بين. وممكن نلاقي في الفيزيكال اكزامينيشن ابنورماليتيز لما نعمل ايه اير اكزامينيشن. يبقى يمكن اول حاجه هنبص هل في ابنورماليتيز بسرعه كده في الاير اكزامينيشن، اوتيتس ميديا اوتيتس اكسترنا راش بتاع هيربس زوستر فورين بودي امباكتد واكس، كل ده ممكن مع الفيزيكال اكزامينيشن بتاع الاير. بعد كده بنشوف نحرك الاير بينا ونشوف هل في بين اون موفينج ذا البينا نفسها. لو في بين مع حركتها نفكر في ايه اوتيتس اكسترنا، الموضوع مع حركه الاير البين ده يمشي مع ان في اوتيتس اكسترنا او فورين بودي وامباكتد واكس ممكن يبريديسبوز لشويه انفكشن، او هو الفورين بودي نفسه يعمل بين مع ايه مع الحركه. فممكن برضو ايه نفكر لو لقينا بين مع حركه الاير بين ان هو ايه ممكن يبقى زي ما قلنا اوتيتس ميديا فورين بودي، او ممكن احيانا ايه امباكتد واكس مع شويه انفكشن حواليه. لكن اشهر حاجه طبعا الاوتيتس ايه اكسترنا لما نلاقي بين مع ايه حركه ايه الاير. الحاجه اللي بعد كده بناخد بالنا منها هل في هيرنج لوس ولا لا، دي مهمه قوي. هيرنج لوس ده لما الاقيه مع بين، يعني انا عندي بين في الاير جامد قوي ومش سامع في التستنج ما مش سامع، دي نبص دايما على طول على ايه الدرام ونعمل اير اكزامينيشن. لو في ابنورمال درام يبقى انا يعني عندي بين ومش سامع والدرام ابنورمال، ده يعني سجست ايه يا سيروس يا بكتير اوتيتس ميديا غالبا، او ممكن ايه كولوستياتوما احيانا. لكن اساسا نفكر في اوتيتس ميديا لما يجي لي بين وديفنش مش سامع وفي نفس الوقت ابص على الدرام لقيتها ابنورمال زي لا ها دي برضو واحده تانية اوتيتس ايه ميديا صوره اوتيتس ميديا ايه لقيتها ابنور افكر في اوتيتس ميديا. طب لو كان انا عندي بين في الاير ومش سامع وفي الناحيه اللي فيها البين بس نورمال اير اكزامينيشن، ده يحصل مع ايه؟ يحصل مع حاجه اسمها الايرو اوتيتس اللي هي بتاع الطيارات اللي ايه اللي بتنزل فجاه دي، ويحصل ريليتد للبريشرز راذر ذان وجود انفكشن. يبقى مهم قوي 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 ان انا لما ابص اشوف هل في ابنورماليتيز في الاير اكزامينيشن، لو انا عندي بين عشان اشوف اوتيتس ميديا اكسترنا اوتيتس اكسترنا هيربس الى اخره، هل حركه الاير بتوجع عشان اوتيتس اكسترنا، هل في هيرنج لوس، ساعتها اروح باصص على الدرام واشوف اخبارها ايه ابنورمال احتمال اوتيتس ميديا، هل لو نورمال درام خالص ومع البين والديفنس ده احتمال ايه ايرو اوتيتس. رابع سؤال بيجي في بالي could the pain be referred pain، يعني ما هو ممكن القصه مش من الاير خالص بس حاجه هنا اهوت كده الالم بقى ريفيرد ومسمع، عارفين وجع السنان لما بيسمع في ناحيه انا فاكر كان عندي مره ابسس هنا ومسمع في الناحيه الثانيه يعني حاجه ثانيه خالص، فممكن هنا بقى هنا كمان كلوز بروكسيميتي يعني صعب قوي ساعات العيان والبرين يحدد، فممكن الاير بين ده يكون نتيجه ايه دنتال ايه ايشو دنتال كيرس او ابسس او امباكتد تيث جامده هنا اهوت في الاخر خالص وفي انفكشن تونسيلايتس جامده من جوه برضه في المنطقه تيمبورو مانديبولار جوينت سيندروم وبس سيفير شويه ممكن تعمل لي برضه ريفيرد بين للاير
وادي ايه حاله تونسيلايتس ايه تحت ايه عشان ايه شايفين الباس. فمهم قوي انا عندي اير بين في ناحيه ممكن ابص على التونسيلز، ممكن ايه اختبر العيان ده في اللي اشوف التيث بتاعته في دنتال كيرز جامده واحتمال ابسس او كده او تونسيلايتس زي الرسمه اللي تحت او الصوره اللي تحت. فمهم قوي برضه افكر في احتمالات انه ريفير دير. يبقى انا بسرعه شديده جدا بشوف هل في ابنورماليتيز في الاكزامينشن، اوتيتس ميديا اكسترنا هيربس مثلا فيزيكلز، هل الحركه بتوجع زي اوتيتس اكسترنا، هل في هيرنج لوس او لا، عشان وابص ساعتها على الدرام واقدر احدد ها المشكله، او يا ترى ده ريفيرد بين جاي من ايه منطقه في الايه في الحته دي دنتال او تونسيلايتس او تمبورومانديبولار جوينت ايه بروبلم في المنطقه دي. كل دي اسئله رئيسيه نفكر فيها. راجعوا السلايدز بسرعه كده على طول في دقائق، والى اللقاء مع موضوع اخر باذن الله. شكرا جزيلا.